نيلي، هو انا لو طلبت منك طلب تقولي لا؟ اكيد لا. هو انا لسه قلت حاجه؟ انا عارفه انت عايزه ايه. طب عايزه ايه؟ عايزه تلبسي بيجاما من بتوعي. ايه ده، بسم الله ما شاء الله، ده انت ذكيه ولماحه. انا مش لماحه، انا بعرف اقرا الناس. يعني انت قريتي ان انا ما ينفعش انام بالجينز؟ ايوه، ومش هديكي حاجه على فكره. وبعدين هو انت مش بتتريقي عليا وعلى شنطي الكتير وحاجاتي الكتير؟ زلت لسان، غلطت يعني اللي غلطت. وبعدين احنا بنات عم واول مره نتجمع في الغربه، اديني بيجامه. سوري، مش هديكي بيجامه.